مع وصول أول رحلة من ماليزيا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة التي طبقت عليها مبادرة طريق مكة من خلال إنهاء إجراءات دخول الحجاج قبل قدومهم للمملكة، وتم استقبالهم بماء زمزم وبالورود والهدايا التذكارية، ومن ثم التوجه إلى مقر سكنهم دون أي إجراءات داخل المطار. كما تعلمون أن الإجراءات تبدأ من بلد الحاج، انتهت جميع إجراءاتهم سواء ما يتعلق بالجوازات وأيضا ما يتعلق بفرز العفش على السكن مباشرة. وصلت الرحلة أيضا كانت إجراءاتها جدا سلسة، الحجاج جميعهم ما عددهم 483 حاج تم مغادرتهم عن طريق الحافلات المخصصة لهم من بوابة الخروج انطلاقا إلى السكن. المملكة العربية السعودية معنية في خدمة ضيوف الرحمن وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات، وهذا التوجيهات الصادرة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بخدمة ضيوف الرحمن، وجعل رحلة ضيف الرحمن هي رحلة سعيدة، وإن شاء الله احنا مستمرين على هذه التوجيهات وتنفيذها. خدمة طريق مكة هي إحدى المبادرات التي يجرى تنفيذها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وذلك لارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل وتيسير إجراءات سفرهم وأدائهم فريضة الحج، وذلك عبر فريق عمل سعودي متكامل برئاسة وزارة الداخلية. وزارة الداخلية سعت أن تتكامل مع كل الجهات وتعقد ورش العمل وتدير الخطط لعملية التكامل. بادرنا في عملية اللي هي وضع الإجراءات، إجراء الاختبارات عليها، تدقيق العمليات اللي بتكون مرصودة. كذلك توجهنا للدول بزيارات، شرحنا هذه المنظومة، كان هناك حسن استقبال من هذه الجهات ورغبة في تنفيذ هذه المبادرة. المبادرة تحمل الكثير من المعاني والدلالات التي ترسخ دور المملكة ورسالتها تجاه الحج ورعاية شؤون الحجيج باختلاف وجهاتهم، وكذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بضيافة ضيف الرحمن التي تنطلق من تقاليد المجتمع السعودي الأصيلة. خدمات جليلة ومميزة تقدمها القطاعات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدي مناسكهم بكل يسر وسهولة من داخل مجمع صلاة الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. فهد السمحان، الإخبارية.